بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير. سلسلة ويبينار عماد التعلم الإلكتروني الموجهة إلى الفئات الخاصة من عماد التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد. أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه السلسلة، وفارس هذا اللقاء المتحدث الأول هو سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى صبحي، أستاذ الإعاقة البصرية والتربية الخاصة في جامعة الملك خالد، ومدير الأعداء والمؤتمرات والندوات الدولية السابق. فخامة الاسم تكفي، والحقيقة السيرة الذاتية مفحمة وقدامي كثيرة جدا، لكن حتى ما تكون عملي نخش في صدر الموضوع حتى ننهل ونستفاد من قاموس لسعادة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى صبحي في تخصص الإعاقة البصرية. وزي ما احنا عارفين حضراتكم سيكون سعادتي المتحدث الأول، ثم يلي محدثكم مصطفى المتحدث الثاني. سعادة الأستاذ الدكتور محمد صبحي هيبدأ على بركة الله بعد ثواني الويبينار الثالث، وسيتحدث عن استخدام التعلم الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية لذوي الإعاقة البصرية. جزاه الله عن الجميع كل خير، وشاكرين ومقدرين قام في مجال الإعاقة البصرية مثل سعادتي، وشكر وتقدير لمبادرة عماد التعلم الإلكتروني في هذه المبادرة الأولى للنخبة على مستوى العالم العربي. فليتفضل سعادتي مشكورا. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نرحب بكم جميعا في سلسلة ويبينار المقدمة من عمادة التعلم الإلكتروني والموجهة إلى الفئات الخاصة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي. هذا الويبينار راح نتحدث فيه في موضوع استخدام التعلم الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية لذوي الإعاقة البصرية. راح نبدأ على بركة الله. العنوان: استخدام التعلم الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية لذوي الإعاقة البصرية. عندنا عدة أهداف راح نتكلم فيها في المحاضرة هذه. أولها تنمية الوعي بأهمية التعلم الإلكتروني وفعاليته في تعليم ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم مع أقرانهم المبصرين. كذلك نتعرف على دور الأجهزة الذكية في خلق الفرص التعليمية متساوية بين ذوي الإعاقة البصرية وأقرانهم المبصرين. تنمية قدرات ذوي الإعاقة البصرية وتحسين أدائهم التعليمي لاستخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني البلاك بورد. كذلك التعرف على بعض الأجهزة والتطبيقات المساعدة أو التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية. أتمنى أن الصوت يكون واضح، عندي بعض التعليقات أن الصوت غير واضح أو الصوت منخفض. أتمنى أن يكون الصوت أوضح الآن. في البداية، من نعرف أن الاستخدام الكبير لشبكة الإنترنت في الوقت الحاضر أو في العصر الحاضر على مستوى العالم جعل الإنترنت يمثل جزءاً كبيراً من المجتمع في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى اعتراف كبير من الدول بضرورة توفير الإنترنت لتعلم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لارتفاع نسبتهم على مستوى العالم. أيضاً في مجال التربية الخاصة، بمجال التعليم اتجه كثير من المؤسسات التعليمية إلى استخدام التعلم الإلكتروني باعتباره أداة استراتيجية في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. لماذا التعلم الإلكتروني لذوي الإعاقة البصرية؟ لأنه هو الآلية المثالية التي تمكن ذوي الإعاقة البصرية من تسليم واستلام المواد التعليمية، والتي تسمح للطلاب من التعامل مع هذه المواد التعليمية من خلال الصوت للمكفوفين أو ضعاف البصر. كذلك ستفيد ذوي الإعاقة البصرية من بيئات التعلم الإلكتروني بغض النظر عن قدراتهم الحسية الأخرى.
فلا بد من نقطة مهمة وهي إمكانية الوصول للمجال الأول للأجهزة والبرامج التقنية المساعدة هو السوفتوير والهاردوير، كذلك المحتوى الإلكتروني على شبكة الإنترنت اللي هو الكونتنت. التقنيات المساندة، وأتكلم في الجزء الثاني من هذا السكشن عن التقنيات المساندة أو المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، راح نتكلم عن برامج السوفت وير كقراءات الشاشه ومسجلات الشاشه، كذلك اجهزه الهاردوير كالاجهزه الالكترونيه اللي كل يوم في تطور وتقدم في خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه. كذلك المحتوى الالكتروني واللي يتمكن الشخص من خلاله تحقيق امكانيه الوصول للمعلومات عبر شبكه الانترنت لطلاب ذوي الاعاقه البصريه يهدف إلى الوصول للمحتوى الإلكتروني بشكل فعال، وليس فقط من كلام التعليم الإلكتروني، ليس فقط لدول الاحتياجات الخاصة، ولكن حتى العاديين أو طلاب الجامعة الذين لا يستطيعون حضور الكورسات أو حضور البرامج من خلال دراسة فيس تو فيس أو وجه لوجه. لذلك التعليم الإلكتروني أحد الاختيارات. لذلك يجب تصميم محتوى إلكتروني يتناسب مع الطلاب جميعا حتى يحقق الوصول العادل للجميع من مبصرين وذوي الإعاقة البصرية. نعتذر عن تأخر في الصوت، نتكلم عن المبادئ التوجيهية. هناك مجموعة من المبادئ والأسس التي يجب مراعاتها عند تقديم المحتوى الإلكتروني لطلاب ذوي الإعاقة البصرية. الصوت والصورة واضح، معذرة كان في انقطاع، أتمنى أن يكون الصوت واضح الآن ورجع. الصورة أيضا هذه واضحة؟ لكن الصوت واضح. الصوت واضح؟ طيب الصورة؟ طيب ممكن نحاول ان الصوت يكون اعلى شويه. فما يعتقد المبادئ التوجيهيه؟ هناك مجموعه من المبادئ والاسس التي يتم مراعاتها على تقديم المحتوى الالكتروني لطلاب ذوي الاعاقه البصريه، وهي النصوص المكتوبة والتعليق الصوتي والمعطيات الصوتية، أيضا الصور والتصميمات الثابتة للفيديو.
نتكلم هنا عن دوري الإعاقة البحرية عند التصميم والأذن الجبالية إلى بد بشكل أكثر، لأن الشخص قد يكون ضعيف قطر وقد يكون كبير كبير، لذلك يجب أن نتكلم عن الأسس والمحارب. الدكتورة اللي أنت تفكر الصوت، الدكتورة اللي أنت تفكر الصوت، أذن التصميم الخاصة بالإمكانية بالمطور والمشروع. ماذا أنا أتكلم في أحد جلد الإخصاص؟ دكتور ريهاء؟ أرجو من الصوت عندك يكون مفتوح حتى تطلع الصورة واضحة، لأن يكون في فضل لي ما تتواجدين معاه. راح نتكلم عن أذن التصميم الخاصة بالوصول بإمكانية الوصول بالنصوص المكتوبة، من أهم عدم الاهتمام بالألوان في فهم النص، عنوان كل شاشة لتسهيل الانتقال بين شاشات الواقع، تقديم الخواص التي تسمح للمستخدم التحكم في حجم الخط وألوانه خاصة بمعالجة البصر، تجميد حركة المحتوى. يعني ما نعمل حركات كثيرة في المحتوى على أساس أن الشخص هنا ضعيف يا ضعيف بصر يا كبير كليا، توفير روابط نصية لكل عنصر نشط والتباين بين المحتوى والخلفية. كذلك الأسس الخاصة بالتعليق الصوتي والأنترياب الصوتية، عندنا عدة أسس ومنها إزاحة غيارات التحكم في الصوت كالشدة والسرعة والنوع، إتاحة إمكانية التكرار والاستماع إلى الصوت عدة مرات، التأكد من إمكانية قراءة كافة النصوص على الشاشة بالإضافة إلى شرح الأعمال داخل المربعات الحوارية، ايضا اضافه الاصوات لعناصر الشاشه من خلال التمرير والازرار والقوائم، يجب ان تحاكي المؤثرات الصوتيه في الواقع. كذلك عندنا اذن التصميم الخاصه بامكانيه الوصول للرسومات الثابته، ومنها تقديم النص البديل لمحتوى الصور مع اتاحه تكبير النص وخصوصا لضعاف البصر، تقديم وصف صوتي لمحتوى الصور بحيث يتم تشغيل النفس البديل لكل صورة، وهذا مهم بالنسبة للكبير كليا. عدم الاعتماد على الألوان في فهم الصورة، تجنب أيضا استخدام قراءات الصوت اللي هي NG Smart إذا كان من الضروري استخدامها، ويوضع دائما روابط نصية مجاورة للخريطة حتى يمكن قراءتها باستخدام برامج قراءة الشاشة. ايضا عندنا بعض الاسس الخاصه بالرسومات البيانيه، امكانيه تكبير حجم الرسوم البيانيه، احنا نتكلم هنا عن بعض الاسس البعيده او اللي ما احنا ننتبه لها في عندما نتعامل مع المصورين، لكن هنا الوضع يحتم علينا ان نلتزم بهذه الاسس على اساس ذوي الاعاقه البصريه، فامكانيه تكبير حجم الرسوم البيانيه على الشاشه اذا كان الشخص ضعيف بصر، تقديم وصف لفظي صوتي كامل الرسومات البيانية خاصة للمكتوبين كليا، واستخدام إشارات صوتية تفسيريا للكبير التنقل داخل الرسم البياني، تقديم وصف نصي لمحتوى الرسم باستخدام خاصية النص البديل أو استخدام رابطة وصفية لوصف الرسومات المعقدة، عدم الاعتماد على الألوان في فهم الرسومات. كذلك الأسس الخاصة بتصميم أو بإتاحة الجداول لإنشاء جداول طابية للقراءة، يجب مراعاة عدة نظرة، تعريف الصفوف والأعمدة الموجودة عندنا في الجداول، وضع عنوان نصي خفي لكل خلية من الجداول يوضح موضوعات بالنسبة للصفوف والأعمدة الأخرى، لاستخدام الجداول أهمية تنسيق شاشات الموقع وتقييم حكما تقييم ملخصات للجداول. كذلك أما بالنسبة للفيديو في أيضا أسس خاصة بالتصميم،
تقديم الوصف الصوتي لملفات الفيديو من خلال تخفيف مسار الوصف صوتيا داخل مده الفيديو عن مسار الصوت العادي. الوصف الصوتي هذا هو استخدام اللغه اللفظيه الناطقه للتعبير عن محتوى العروض المرئيه لامداد القارئ الكبير بمعلومات صوتيه عن المؤثرات المرئيه مثل مظهر الاشخاص في الفيلم او الفيديو، حركه الاحداث ولغه حركات الجسم والحاله الشعوريه. وبذلك يقدم الوصف الصوتي دون ان يطغى ذلك على الصوت الاصلي للفيديو. إتاحة الكليب التحكم في تشغيل وإيقاظ الوصف الصوتي من قبل الطالب الكثير. أنا عندي الأوبشن هذا إنه يقدر يوقف الوصف. بيئات التعلم الإلكتروني لذوي الإعاقة البصرية في عدة نقاط، ومن أهمها مشاركة فعالة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في بيئات التعلم الإلكتروني، تبدأ من تحقيق إمكانية الوصول لكل مصادر التعلم. فالضمان الحقيقي لإمكانية الوصول ضمن بيئات التعلم الإلكتروني للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في التقنيات المساعدة والمبادئ التوجيهية. يمكن في نقطة احنا ما ذكرناها في البداية، وهي أن الإعاقة البصرية تنقسم إلى جسمين، موجود فيها ضعاف البصر اللي عندهم بقايا السمع أو بقايا الإبصار، كذلك الكف الكلي اللي لابد من الشخص يستخدم الأوائل أو بعض الأجهزة المساعدة. نظام إدارة التعلم الإلكتروني هو عبارة عن برنامج سوفتوير أو منصة تعمل في إدارة المتابعة وتطوير محتوى التعلم وتحديد التعلم المستمر. نظم إدارة التعلم الإلكتروني هي نظم يعمل كمساند ومعلم يعمل خطة تعليمية يضع المعلم ويضغط التعليم والمواد التعليمية والامتحانات ومصادر التعلم في وضع النظام مع تغيير ضغط النقاش وغيرها من الخدمات الإلكترونية المدعومة للمادة التدريسية. أهمية نظم إدارة التعلم الإلكتروني عندنا عدة أهمها دعم وإكمال التعليم التعليمي، تدريس مواد كاملة في الوقت المناسب، إمكانية التعلم المستقل في أي وقت وفي أي مكان، يشعرون هنا ما يجري بحكاية الحضور للمحاضرات، تصير عملية التواصل أيضا بين المعلم والطالب والطلاب بعضهم البعض. في أهمية صراحة لو أنت عملت أهمية التعلم الإلكتروني أو التعلم الإلكتروني بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية أو ذوي الاحتياجات الخاصة عموما، يمكن مساهمة المهمة في التعليم المعلم. كثير عندنا من الجامعات في المملكة العربية السعودية ومن ضمنها جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك فيصل. يوجد لدينا برامج تعلم عن بعد لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى وإن كانت بمقابل في الوقت الحاضر بدون مقابل دعما لتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعة. أيضا تعليم بهذا الأسلوب اللي هو التعلم الإلكتروني يمنع الحراج في حضور حضور المحاضرات داخل الكامبس او فيس تو فيس، لانه يتيح للطالب العمل والدراسه من مكانه من بيته في هذه الجامعات. وهذه نقطه صراحه تحسب لي الجامعات اللي سبق ذكرها هي الملك سعود والملك فيصل والملك عبد العزيز، اللي اتاحت هذه الفرصه لتعلم ذوي الاحتياجات الخاصه على مستوى الجامعه. عندنا عدة نظم أو أنواع نظم إدارة محتوى التعلم الإلكتروني، هناك نوعان لنظم إدارة التعلم الإلكتروني، الأولى تجارية أو المدفوعة، يمكن معظم الجامعات تعمل أو مشتركة بأحد هذه البرامج كالبلاك بورد والويب سيتي والإي كوليج. هذه البرامج موجودة في أمريكا وموجودة الآن في الجامعات السعودية والجامعات العربية. أيضا الثانية مفتوحة بالمصدر غالبا ما تكون في الموديل والكبسوس والايتور.
الجاية ممكن سؤال لماذا نظم التعلم الإلكتروني لدوري العلاقة البصرية؟ ممكن قبل شوية ونتكلم في الشرح الآن رح نشوف الأسباب لعدم تناسب بعض التعلم الإلكتروني التقليدية من ناحية حدية مع المستخدمين دوري العلاقة البصرية بشكل كلي، لذلك لابد من مراقبة الكتب اللي تتناقل ولذلك يرجع لعدم مراعاة المبادئ والمبادئ التوجيهية بإمكانية الوصول لتقدم الوصول التعلم العام والتعلم الجامعي للطلاب أو العلاقة البصرية. تكلمنا عن التعلم الإلكتروني وتعميم برنامج دابو في جهة الاختلاف عن تعميم البرنامج الآلي للطلاب المبصرين. وهذه نقاط أهمية لابد من مراعاة لتدريس ذوي الحاجة الخاصة وخصوصا ذوي الإعاقة البصرية. رح نتكلم عن الدارفور، هو نظام هو أحد البرامج أيضا، برنامج البلاك بورد موجود بجامعة الملك خالد، وجامعة الملك خالد من الجامعات المتقدمة في التعلم الإلكتروني وأخذت شهادات على مستوى العالم. نظام البلاك بورد أيضا يوجد عدد كبير من الكورسات، واستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم احد المميزين في هذا الجانب، وراح يكون معنا في الجزء الثاني من محاضره الليله، فاتكلم انا بجزئيه يمكن تخصه هو اكثر مني انا. فنظام البلاك بورد هو نظام متكامل يقوم باداره العمليه التعليميه بشكل تزامني وغير تزامني، ويتيح بيئه تعلم سهله للاستخدام حيث يقوم المعلمون او اعضاء التدريس يقدمون قراءاتهم الدراسيه من خلال اضافه الوسائط المتعدده المتنوعه كنص او صوره او صوت فيديو او رسوم، يجتمع بها الطلاب يتصفحون المحتوى كل بحسب حاجته ويتواصلون فيما بينهم عبر ادوات التواصل المتعدده كالفصول الافتراضيه اللي احنا نعمل عليها الان او البريد الالكتروني او المنتديات دون التقيد. الصوت واضح ان شاء الله دكتور ايمان؟ الصوت واضح؟ تعطيك العافيه الله يحفظك. فبالنسبه للبلاك بورد اتاحه الفرصه للطلاب المبصرين وزملائهم او اقرانهم من ذوي الاعاقه البصريه في التواصل فيما بينهم من خلال الفصول الافتراضيه وهي ما نستخدمه الان، او البريد الالكتروني او المنتديات المتاحه في الكورس او في المقرر دون التقيد بعاملي الوقت والزمان. وهذه نقطه مهمه. كذلك يقدم نظام البلاك بورد دعما لصيغ الملفات المختلفه كملفات برامج الوورد وصيغة ملفات البي دي اف للنشر الالكتروني وتبادل ملفات عبر الشبكة بالإضافة إلى تقديم نماذج جاهزة للاختبار تطير للمعلم تصميم أنواع مختلفة من الاختبارات. بالنسبة هنا ممكن طالب ذوي الإعاقة يستطيع أن يرسل جميع واجباته في صيغة طبعا في برامج سواء لضعاف البصر كمكبرات أو فيه بطريقة برايل كثير كليا يستطيع من خلالها ارسال واجباته الى نظام البلاك بورد يطلع عليها المعلم او عضو هذا التدريس، يصحح هذه الواجبات ومن ثم ابلاغ الطالب باخطائه او اعطاء الدرجه. كذلك الاختبارات ممكن اتاحه الاختبارات بشكل دوري كاداه لتقييم الطلاب. وظائف نظام البلاك بورد عندنا ثلاث وظائف اساسيه اللي معانا في التعلم الالكتروني اكيد يعرف هذه الوظائف، وهي عرض المحتوى، توفير ادوات تفاعل الطالب، ووظيفه الاتصال. عرض المحتوى الوظيفه الاساسيه الوظيفة الأساسية للنظام تتمثل في تقييم محتوى المادة العلمية إلى الطلاب
وبتقدم تلك الوظيفة ضمن خيارات محتوى المقرر اللي هو الكورس كونتنت، حيث يتم استعراض المحتوى بالصورة التالية: عرض المعلومات المخصية لصاحبة الصور، الوظائف والملفات المرتبطة بموضوع الدراسة، والكتب والمراجع المتاحة على الشبكة أو التي ينصح المعلم وعرضها لتدريب طلابهم وطالباته بقراءتها، كذلك روابط المواقع الهامة في المقرر. العنصر الثاني اللي هو توفير ادوات تفاعل للطلاب، يقصد بها الادوات التي يتفاعل معها الطالب اثناء دراسته، وهي بالغالب تكون ايقونه على يمين الشاشه في بلاك بورد اللي هي الاعلانات، تتيح هذه الاداه للطالب معرفه الاخبار والاعلانات التي يرسلها وتدريس الى الطلاب جميعا او الى مجموعه معينه منهم. التقويم الذاتي تذكر هذه الاداه للطالب بتوقيتات الأحداث المترابطة بموضوع التعلم وتنبيه عندما يحين موعد مثلا المحاضرات الاختبارات على الشبكة أو اللقاء وجها لوجه الجامعة، ويمكن للطالب أن يضيف إليها ما يشاء من أحداث. كذلك المهام، وهي النقطة المهمة هنا، تذكر الطالب عما يجب أن يؤديه من مهام، كما أنها تتيح له تنظيم تلك المهام حسب الموضوع أو وفقا لرؤيته الشخصية، ويمكن للمعلم أن يرسل الطالب بعينه مهمة معينة لا يرسلها المتعلم أو لطالب آخر. التقديرات، في التقديرات تعرض للطالب تقديرات سواء في الاختبارات المرحلية أو النهائية، كذلك دليل المستخدمين، تعمل هذه الأداة على عمل دليل للطلاب المشاركين بالمقرر ليتعرفوا على بعضهم البعض. كذلك نقطة مهمة هنا بالنسبة للطلاب المبصرين انهم يتعرضوا لمعاملة زملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا وجد. كذلك دفتر العناوين، وهو دفتر شخصي للطالب يضع فيه البيانات عمن يريد التواصل معه من خلال النظام، فدليل المستخدم السابق بأم آدم المتعلمين، أما دفتر العناوين فيضم العناوين التي يضيفها المتعلم بنفسه. وظيفة الاتصال، يتيح النظام ثلاث طرق للتواصل بين الطلاب بعضهم البعض وبين الطلاب والمعلم، تتمثل في إرسال واستقبال رسائل بريدية، حيث يتيح دليلا بأسماء وعناوين الطلاب البريدية. يستطيع الطالب هنا تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني في المقرر. كذلك أحد المناقشات اللي هو الديسكشن بورد، هي من أدوات التفاعل غير المتزامنة، يمكن للطالب إبداء رأيه حول أي قضية أو طرح أي تساؤل تناقش فيه مع أقرانه أثناء التعلم. وظيفة الاتصال، نقصد الوصول الافتراضية وما حنتكلم فيه الآن أو نستخدمه، يتيح النظام للطالب إمكانية التحاور مع زملائه ومعلمه أو أعضاء التدريس بنظام اجتماعات يشبه الفصل الافتراضي من خلال لوحة الحوار اللي هو تشات بانل، وهي قناة تمكن الطالب من كتابة ما يشاء عن طريق لوحة المفاتيح ليراه كل من يتصل بنظام الاجتماعات في هذا الوقت، وما نعتقد إلا إحنا عندنا في المحاضرة. تتيح لوحة أجدى في السبورة أيضا البيضاء وتنقل النص أو الرسومات أو الصور وعرضها على الطالب أو المعلم. راح نتكلم الآن في جزء مهم قبل ما ننتقل للدكتور مصطفى، عندنا الجزء المهم هو التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، راح نتكلم في هذا الجزء عن بعض التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية واللي تمكنهم من استخدام الشبكة التعلم الإلكتروني. الإعاقة البصرية والتقنيات المساعدة تشمل الإعاقة البصرية لما ذكرنا جزئين أو جانبين، المكروهين كلية وضعاف البصر. من الأمور بالغة الأهمية لتحديد الأسلوب الأمثل الذي يمكن من خلاله التعامل مع الخفيف والرأي في البصر، ومعرفة التقنيات المساعدة التي يحتاجها كل منهم. لابد أن نعلم أنه في تقنيات مساعدة للمكروبين وفي أخرى لضعاف البصر. ممكن يستخدم ضعيف البصر أيضا ما يستخدمه المكروبين إذا كنا نعرف مثلا أن مستقبلا راح يصبح كذلك. أيضا نقطة مهمة موجودة عندنا في التعليم، وهي أن أسلوب التعليم في المدارس فقط باستخدام برامج برايل،
ما في اهتمام لمعاد البصر بتعليمهم بطريقة المكبرات أو بطريقة أو باستخدام بعض هذه الأجهزة، لأن معظم المعلمين الموجودين في مدارس التعليم العام عندنا في المملكة هم مكفوفين أصلا. وهذه نقطة صراحة لابد إنه يكون فيه طريقة أخرى لتعليم ضعاف البصر، لأنهم عندهم بقايا نظر يستطيع التعلم بشكل يختلف عن الكثيف كليا. الكثيف وضعيف البصر يتمتع بكل ما يتمتع به المبصر من قدرات عقلية وفكرية وعلمية. هنا بالنسبة للعادة البصرية تختلف عن الإعاقات الأخرى. هنا الفرق ما بين الشخص اللي يعاني من ضعف بصر أو كف كلي، إن الدنيا بالنسبة له سودة، ما هي زي الشخص المبصر. لكن قدراته العقلية موجودة والفكرية موجودة والعملية موجودة. كثير من طلاب جامعة الملك خالد من ذوي الإعاقة البصرية متفوقين في دراستهم، وممكن من الأوائل على الدفعات. البصر ما هو نهاية المطاف بالنسبة لهم، وكثير منهم ما زالوا مكونين صداقات مع زملاء أو أدراك مبصرين، ويستفيد منهم المبصرين في دراستهم. يعني المكفوفين هذول أصبحوا مراجع لأقرانهم المبصرين. يتمثل استخدام الكثير في هذه التقنيات في قدرته للحصول على المعلومات بالاعتماد على اللمس من خلال طريقة برايل، أو السمع من خلال برامج الصوتية الناطقة، أو اللمس والسمع معا، مما يؤدي إلى تمكين الكثير من التعامل مع كثير من الأجهزة وبرامج التقنيات المساعدة. التقنيات المساعدة والسيستم تكنولوجي هي الأدوات التكنولوجية والحلول البرمجية التي تهدف لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الاعتماد على أنفسهم وتحقيق طموحهم وتفعيل دورهم في المجتمع. في كثير في لوتك وفي هايتك، في بعض البرامج البسيطة وبعض البرامج اللي فيها قيمة علمية لذوي الاحتياجات أو ذوي الإعاقة البصرية. استخدام التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، طبعا أصبح الكمبيوتر بأجهزة مختلفة والأجهزة والهواتف الذكية بإمكانيات مبهرة سببا في حياة جديدة للكثير والضعيف البصر يعيشها في عصر التكنولوجيا. لأن الكمبيوتر لم يعد استخدامه في المنزل أو في البيت كما كان حاله في سنوات قليلة، بل صار يسير به في أي مكان. الشخص الكبير يكون مع الجهاز الآن في أي مكان، أو في الهاتف الذكي معه في معظم البلدان. لم يعد أيضا هذا المحمول وسيلة الاتصال أو التواصل، بحسب أصبح مفكرة آلية وساعتين وحافظة معلومات. وأصبح الحديث عن الخدمات التي تؤديها أجهزة وبرامج التقنيات المساعدة أمر لا يمكن توقعه وتنبؤ به. كل يوم في جديد في التطبيقات، كل يوم في جديد في الأجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة ولذوي الإعاقة البصرية تحديدا. الهدف من هذه البرامج هي الاستقلالية والاعتماد على اعتماد الشخص الكثيف أو ذوي الإعاقة البصرية، إنه بيعتمد على نفسه في استخدام أو في التعلم. فاستخدام التقنيات المساعدة وفر للمكفوفين وضعاف البصر إمكانية قراءة الكتب والصحف والمجلات وتصفح الإنترنت واستخدام البريد الإلكتروني دون مساعدة من أحد. وبالتالي فتحت البرمجيات والأجهزة المساعدة الخاصة بالمكفوفين في الطريق أمامهم ليتابعوا دراستهم وتواصلوا مع أقرانهم المصريين بشكل فعال، أو التواصل مع أشخاص في حياتهم من أصدقاء. استخدام التقنيات المساعدة ساعد أيضا المكفوفين وضعاف البصر في تكوين صداقات عديدة بين زملائهم، ساهمت في خروجهم من العزلة والانطوائية، ونمت فيهم روح العمل الجماعي وحب المشاركة، وعلمتهم كثير من القيم الاجتماعية من خلال احتكاكهم وتفاعلهم مع غيرهم من المصريين. هنا ممكن أن أذكر على نقطة، كان معنا أحد في مقاطع الماجستير في أمريكا، كان معنا أحد الطلاب اللي عنده ازدواجية في الإعاقة، إعاقة حركية مساعد إعاقة تمحية، بحيث إنه ما يتكلم أو خارج الكلام عنده ما تكون بشكل واضح،
وكان احد الطلاب المميزين المساعدين للدكاتره في تدريس المقرر من خلال التعلم الالكتروني. مع التعلم الالكتروني الشخص كفاعه من خلال الشبكه ما يكون فايس لفيس، ما يعرفه من اللي يعطي الماده العلميه. واذكر اسم السوداني الداني اللي هذا كان يمكن افضل واحد فينا في تدريس المقرر من خلال التعلم الالكتروني. مبررات الاهتمام بالتقنيات المساعده لذوي الاعاقه البصريه، استعد دائما لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص من خلال توفير وصول متكافئ لجميع المصادر والخدمات الالكترونيه للطلاب المكتوبين وضعاف البصر والمبصرين ايضا لرقي مستواهم التعليمي والثقافي. ان الاهتمام بالتقنيات المساعده والتمكن من استخدامها هو جزء مكمل للتكوين العلمي والثقافي والانساني لطلاب ذوي الاعاقه البصريه. كذلك للطلاب ذوي الاعاقه البصريه الحق بان يعاملوا بنفس القدر الذي يعامل به قرنائهم المبصرين. تحقيق مبدا الدمج الشامل لذوي الاعاقه البصريه، وهذا ما الاهتمام به ادارات التعليم او اداره التعلم او اداره التربيه الخاصه، حكايه الدمج الشامل لذوي الاعاقه البصريه في المجتمع وبصفه خاصه في الدمج الالكتروني من خلال استخدام التعلم الالكتروني. الان نتكلم عن برامج السوفت وير او بعض برامج السوفت وير كبرامج التقنيه المساعده، منها برامج قراءه الشاشه اللي هو السكرين ريدر، تقوم بقراءه كل ما هو موجود على شاشه الكمبيوتر بشكل واضح، تحويل النص الموجود على الشاشه الى مفاجاه صوتيه من خلال بيئه الويندوز وبرامج تطبيقيه او صفحات الويب، ومنها من هذه البرامج اللي هو الويندوز اي. كذلك الاوت سبوكن، برنامج جوت وابصار، هذه برامج موجوده عندنا في برنامج الاعاده البصريه في جامعه الملك خالد، عندنا معمل الاعاده البصريه يوفر هذه البرامج. كذلك عماده شؤون الطلاب من خلال قسم التوجيه والارشاد يعمل على توفير كثير من هذه الاجهزه لذوي الاعاقه البصريه، يساعدهم في التعلم الجامعي او على حسب احتياجاتهم في التعليم الجامعي. برامج التقاطب الصوتي تقوم بتحويل البيانات المرئيه على الشاشه الى مكونات صوتيه، تحويل النص الموجود على الشاشه الى كلام. كذلك من هذه البرامج اللي هو دبل توك بي سي. برامج التقنيات المساعده برامج كتابات برايل تقوم بتحويل، طبعا هنا هذا البرنامج او برامج وين برايل احد البرامج المهمه بالنسبه للكبير او بالنسبه للشخص المبصر اللي يدرس برايل، يستطيع من خلالها تنفيذ هذا البرنامج بحيث يتيح لكل مستخدمين هذا البرامج باستخدام ست الحروف او ست مفاتيح هي الاف والدي والاس والجي والكي والال الموجوده بلائحه المفاتيح العاديه، تصير كانها قضيه برايل مكونه من ست حروف او من ست نقاط 1 2 3 4 5 6 فتصبح لوحه الكمبيوتر كانها قضيه برايل. يعني يستطيع من خلالها الطالب ارسال الواجبات لعضو التدريس ويعيد عضو التدريس على التصحيح هذه للطالب، ما يحتاج هنا نطبع على خط بارز او على زي طابعة بريكينز او على بعض البرامج او البرمجيات اللي تحول النص دي لخط بارز او برايل. هذا الطلب الكثير منهم من لديهم بقايا نظر او المبصرين اللي حابين يتعلموا لغه برايل. كذلك برامج مترجمات برايل تقوم بترجمه المعلومات المعروضه على شاشه الكمبيوتر الى برايل او الكتب من خلال برامج ترجمه الى برايل استخدامها لاستقبال معلومات على لوحات حرف برايل او مصدره اللمس ليتلخصها الطالب الكبير. عرض ماك يعني عباره عن جهاز يربط بالكيبورد، يستطيع الطالب استطيع الطالب قراءة ما هو في الشاشة من خلال السطر الكتابي أو من خلال هذا البرنامج. برامج مكبرات الصوت اللي هو مكبرات الشاشة
اللي هو سكرين ماجنيفايرز سوفت وير، لان هذه البرامج المتوفره عندها في عمل الاعاده البصريه تستخدم طبعا هي من البرامج المهمه هذه لارعاب البصر، تستخدم لتكبير عرض النصوص والايقونات وغيرها من مكونات النظام، وتعطي الفرصه لضعيف البصر ان يستخدم مستوى تكبير معين على حسب اختياره، كذلك اختيار شكل الشاشه سواء شاشه كامل او شاشه منقسمه بشكل يسمح للطالب بتكبير جزء من الشاشه وفق احتياجاته. موجود ايضا في بعض الاجهزه اللي هو الجام تكست او الميجنيفاير، هذا يعوض الطالب كثيرا او عباره عن اله تساعد الطالب في استخدام الكمبيوتر او اللابتوب الشخصي لقراءة ما هو موجود على او لتكبير ما هو موجود على الشاشه. أجهزة الهاردوير لذوي الإعاقة البصرية، شاشات عرض برايت فاريو كونكت، شاشات عرض برايت فاريو برو، والنوع الجديد اللي هو سوبر فاريو، جهاز برونتو 18 جهاز برايت سينس وبرايت سينس بلس. برايت سينس بلس الآن جامعة الملك خالد توفر للطلاب، طبعا قيمة الجهاز هذا فوق 27,000 ريال سعودي، ولكن جامعة الملك خالد وفرت عدد من أجل هذه لطلاب جامعة الملك خالد من ذوي الإعاقة البصرية بحيث تسهيل دراستهم في المرحلة الجامعية. فجهاز أيضا برايل باد، طابعات البرايل وماسحات البرايل وأجهزة التكبير، كل هذه الأجهزة معظمها متوفرة عندنا في معمل الإعاقة البصرية، ويستطيع طلاب الجامعة من استخدامها. طبعا المعمل كلف كثير، الاجهزه هذه ما هي بالاجهزه الرخيصه، ولكن الاجهزه هذه يمكن يصعب على الشخص توفيرها او كامتلاك الجهاز انه سعره غالي. ثاني شيء، الجامعه وفرت هذه الاجهزه كخدمه لذوي الاحتياجات الخاصه بجامعه الملك خالد. ايضا في مبنى جامعة الملك خالد اللي هو المبنى الرئيسي اللي راح ننتقل عليه يمكن بعد سنة أو سنتين، البيئة مهيئة بشكل كامل لذوي الاحتياجات الخاصة من معامل ومن أجهزة ومن مسارات. هذه كان آخر نقطة في الجزء الخاص بنا. الآن طبعا شاكر لكم مع خالف وعياذ لكم بالتوفيق والسداد، راح ننتقل الان للجزء الاخر اللي راح يكون فيه سعادة الدكتور مصطفى ابراهيم استاذنا في التعلم الالكتروني واستاذ تقنيات التعليم في جامعة الملك خالد، وهو احد المتبنين لهذه الويبينارات والبرنامج التدريبي في التربية الخاصة، فجزاه عنا كل الجزاء وراح يكون معكم في هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير لأخي وأستاذي سعادة الأستاذ الدكتور محمد صبحي. الحقيقة جزاه الله خير الجزاء عما قدمه، وثواني بس هعيد العقد الخاص ثواني حضراتكم، أنا هفضل العرض حاضر. الله يجزيك خير يا أستاذ صبحي، الناس كلها تشكر حضرتك. Thank you.
تقولون لسه الحقيقة بنادي الشكر لحضراتكم من حد الصورة رشا وسعادة الدكتور شاكر وسعادة الدكتورة إيمان رفعت وكل السادة وسعادة الدكتورة إيمان فتحي وكل السادة أساتذة الدكاترة اللي حاضرين متخصصين وبروفيشنال الحقيقة كلهم بنقول لحضرتك الشكر والتقدير على ما قدمتهم اتعلمنا واستفدنا وأنا الحقيقة أول المستفيدين. قبل ما أستسلم لو سمحتوا لي من فضلكم هل الصوت واضح؟ اكتبوا 9 لو الصوت مش واضح اكتبوا 5 عفوا يا فندم لو الصوت واضح نكتبه 9 لو الصوت مش واضح نكتبه 5 الحمد لله شكرا دكتوره منى كتر الله خيرك شكرا يا فندم. الحقيقه قبل ما استرسل وقبل ما ابدا لازم انوه لحضراتكم ان انا بتعلم وبستفيد حقيقه الله مجمل والله مرجعيتي في الاعاقه البصريه واي فنيه بيكون مرجعتي هو سعاده الاستاذ الدكتور محمد بن يحيى صبحي ربنا جليل خالق الجزاء عالم في تخصصه وطبعا المدرسه الامريكيه في مجال الاعاقه البصريه وبيتمتع بثقافه الشرع في العطاء ولا يبخل باي معلومه الجال ليها سواء محدثكم او اي طالب علم فجزاه الله عني وعن الجميع خير الجزاء. اذا على بركه الله بنبدا الجزء الثاني أعزائي وأحبائي في سلسلة ويبينار الأعمال التعلم الإلكتروني والموجه إلى سائل خاصة بالنسبة للويبينار الثالث الجزء الثاني بعد سعادة الأستاذ الدكتور صبحي هنكمل فيه محدثكم مصطفى إبراهيم عن استخدام التعلم الإلكتروني في الأجهزة الذكية على بركة الله نبدأ ونتوكل على الله. الحقيقة سريعا جدا بنتكلم على الاعاقه البصريه. طيب حدثني ما هي الاعاقه البصريه سريعا. هنتكلم على الاداه وظيفه الحس والابصار تم تناولهم من ثلاث مظاهر حس الابصار المجال البصري والثالثه اللي هي ابصار الالوان. حس الابصار بنقول بنقوله مثلا العين السليمه يبقى 6/6 متر بالنظام الفطري او 20/20 بالنظام الانجليزي الكلاسيك الانجليزي. لكن لو قلنا 6/12 يعني معنى كده ان رؤيه جسم الله بنفس الدقه اللي راعي الدين السليم بتكون موجوده 12 متر. لازم اقرب المسافه دي للشخص العادي اقربها له 6 أمتار. المجال البصري بيكون مدى الشيء اقصى 180 درجه اما حاله نقصان هذا المدى بشكل الجزء بيبقى 20 درجه فاقل. اكثر من ذلك العلاج الوظيفي الثالث اللي هو ابصار الالوان. ببساطه شديده ابصار الالوان هنا زي البرايتنس والساتوريشن والهيو او كلمه اللون او الصبغه او حده اللون. على كل الاحوال اللي بتقولها في العام دي مختلف ثقافات سواء سعوديه او مصريه او عربيه اللي هو عمل الالوان صح كده؟ يعني بعض بيشوف اللون غير اللون البلو الاصلي. لكن منظمه الصحه العالميه اعتمدت في الكثيف وفق معاييرها بحيث ابصاره 3/60 ده التعريف بتاعها وقالت لك ان لا يستطيع رؤيه طيران الانسان السليم عن مسافه 60 متر الا لو قرب 3 متر. يعني لو انت ربنا كرمك وكرم حضراتكم بتشوفوا من 60 متر اللي احنا بنشوفه او الانسان السوي اللي بيشوفه او التصوير اللي هو مبصر اصلا بيشوفه من 60 متر اللي هو عنده مشكله في الكفيف او مشكله في الاعاقه البصريه بيبقى 3 متر بس. متخيلين حضراتكم وبيحتم عليه كمان حاسه اللمس وحاسه الادراك. الاتجاه التربوي في الاعاقه البصريه بيقوم على مفهوم الكفاءه البصريه اللي هي ايه؟ اللي هي الفيجوال فانكشن افشنسي.
كانت الحقيقة بارجة أو هرجة سنتجد من دي البيونير في مفهوم الكفاءة الفردية، وقالت ثمان جوانب واعتمدوا عليها بعد كده اللي هي موجودة في أحساس ثقة في أمام حضراتكم. هرجع تاني اللي هو الوعي بالإشارة البصرية، ضبط حركة العين، تميز الأشياء، التعرف والتمييز، الذاكرة البصرية، تمييز الرموز، إدراك العلاقة بين الصور والأشكال المجردة، معرفة وإدراك الرموز في أشكال مختلفة وإعادة رسمها. طيب الحقيقة لما نشوف التكنولوجيات المساعدة للأطفال والمتعلمين أصحاب الإعاقة البصرية أو أصحاب الإعاقات عموما سيدي وسيدتي، زي ما أشرت ساعات في الجروب في الحبة السطحية للمتطلبين أثناء عرضي إن في تصنيفات وكان فوكس على الإعاقة البصرية، نفس الحال هنعدي على الفيجن والرؤية هنا بيبقى فيه الحقيقة المكبرات الصوتية والبرامج الكمبيوترية اللي هي بتاعة السوفت وير اللي هو بيتقرب فيها، في حاجة احنا الجي بي اس كمان اللي هو بتاع الملاحة للمبصرين اللي هم ما عندهمش صور وبرايل وهكذا، وكمان البلاير بتاع البرامج زي اللي هي ال بي 3 اللي هو متحدث القراءات عن الكتب الصوتيه، ده معمول حصريا للمبصرين للمعاصي البصريه. فكره ايه حضراتكم؟ ال بي 3 اللي بتسمعوه فويس ريكورد او بودكاست، نفس الفكره بس الكتب بتحمل على ملفات صوتيه. اقصد واعني هذه هي سيلز او عينات من الكاتوجري بتاع الايه؟ الامثله بتاعت منتجات الاعاقات. لكن حتى لما شفت ده على مركز اساتذتي الفاطم والواد الويبينار السادس والحضور كما تحدث سعاد الدروس الصفي عن البصريه، ايضا نتكلم نحن عن الايه؟ عن البصريه. طيب هنا بيبقى فيه بعض البرامج والاجهزه بتاعت الكرايل وغيرها اللي هي موجوده هنا في اللقيط في الاكستريك بتاع الصوره او الجانب الايسر، في صور تاني مجسمات الاعاقه البصريه. هتقول لي الفرق ايه؟ طيب هقول لحضرتك حالا ان الفرق ايه يا فندم؟ الفرق يا ترى حد يقدر يقول لي الفرق؟ لو متابعيني اكتبوا 9 على الصوره 19، لو مش متابعين محدش يشك في حاجه، بسرعه شويه حتى لا نمل وحتى نكسب وقت ان شاء الله. لو متابعيني اكتبوا 19 على كل الاحوال، طالما الناس معايا يبقى ان شاء الله الرحمن نبتدي نتكلم. كل كتب الاعاقه البصريه الحقيقه ليها نسخ سي دي صوتي، لان الكتب بتاع البرايل بيبقى حجمها كبير. تاني يبقى الكتب بتاع البرايل حجمها كبير، فبالتالي كل كتب الاعاقه البصريه معمول لها نسخ سي دي او دي دي دي. والحقيقه المعلومه دي انا تعلمتها واستردتها من استاذ الدكتور محمد بن صبحي، جزاه الله كل خير ابو فيصل. طيب نكمل كمان الحته ديت ونشوف الفرق بين الصورتين. يا ترى حد يقدر يقول لي الفرق بين الصوره الاولى والصوره الثانيه؟ حد يقدر يقول لي الفرق بين الصوره الاولى والصوره الثانيه؟ او بلاش الفرق، لو انتم متابعيني وشايفين الصورتين اكتبوا لي 8، لو الصورتين واضحين للضغط، لو الصورتين مش واضحين اكتبوا 9، لو الصورتين واضحين اكتبوا 8. ممتاز ممتاز. طيب شكرا دكتوره منى، كتر الله خير الدكتوره منى شيخنا عبد الحميد صنبط، شكرا يا فندم. طيب الصوره اللي على اليسار هي معينات بصريه بس تقليديه للي هو ليست كوست او اقل كلفه، ما عندهمش الامكانيات بتاعت ايه؟ بتاعت الجزء ده اللي هم يجيبوا الامكانيات دي، انما اللي على اليمين دول دي بتبقى اللي هي برايتس وحاجينها وغيرها وغيرها. يعني اللي على الشمال زي الاياكسون وزي التعداد الحسابي، فكره الايه؟ العداد. وهتقولها كمان شويه من ضمن الوسائط المساعده في الرياضيات، هنجيلها دلوقتي. حاضر حاضر. وفي نفس الوقت ده جهاز البرايت اللي هو ايه؟ برايت اللي هو الحديد. اذا هي دي الفكره بتاعت الفرقتين. طيب يا ترى دور التقنيات المساعده على جوده النتائج التعليميه للطالب ذو الاعاقه، بنقوله على الرغم من ان هنمشي سكان سريع كده ان البحوث غير حاسمه للموضوع ده، لكن يعني مقتطفات للبيونير واهم الادبيات والتربويات والدراسات اللي اتكلمت على جوده التقنيات اللي تؤثر على نتائج الاعاقه البصريه. الحقيقه دولن
الهيل والرينج الحقيقة دول أشاروا إلى أن عمل تحليل أولي نتائج خبرات الكلام باختبارات الأفراد اللي عندهم أعصاب بصرية وجدوا أن الاختبار ذاتية التعبير يعني ذاتية التعبير لازم يتوفر إشارات صوتية عند الطلب لديها إمكانيات تكون بتحل محل القراءة الإنسانية يعني ايه؟ يعني الصوت بيبقى كأنه متسجل وبعد كده تسمعه زي حتة ايه الأوفر فويس بتاعة الزي أو أي أر. وبالمثل ثلاثة البحثون في المركز اللي هو Center for Applied Special Technology اللي هو باستشاره بالCASP درسوا تأثير قالوا من لقوا ان تأثير التكنولوجيا واضح على الطلاب يستخدموا الإمكانيات الاختبار الصوتي القائم على الكمبيوتر. أكثر من ذلك نلاقي كمان حضراتكم ان ايه ان اشارة نتائج الدراسة زيادة كثيرة في نتائج لما الطالب اللي عنده اعصاب بصرية بيقرا بالمساعدة دي اكثر من 100 كلمة باستخدام يعني عملت نوع من التسريع عملت نوع من التحفيز نوع من التشجيع ما كانش تتوفر سيدي واستاذي هذه النتائج اللي صفحي عما لو كان يستخدمها بالطريقة التقليدية اذا ده ايفيدنس بلغة المعايير بلغة الجودة برهان دليل على ان التقنيات بتؤثر في النتائج الإيجابية ملموسة على جودة النتائج التعليمية لمين؟ لذوي الإعاقة البصرية. ودرس كمان الحقيقة كان دراسات رائدة احنا مش بنتكلم قديم لكن احنا بنقوله ملامح للدراسات الرائدة حضراتكم اللي هي درسة ألبوم بتاع لندا وراسل وجورجي وإيرين كوان بدأوا من أسير وزادة خطة بتاع دراساتهم مدخل آخر بالأبروتش بتاع الفيديوال ديستبريتيز أو الإعاقة البصرية بيقول استخدامه وسائل مساعدة بتعديل الحواس كان حديث اللمس اللمس أو تاتش أداة الرياضيات مع إخراج الكلام حاجات اللي قلناها من شوية وقالها تعرف بروف الصفحة تأثير إيجابي على أداء الرياضيات اللي هم بيعانوا من ضعف البصر أو صعوبة في تصور رسومات الجرافس أو جرافس رسومات البيانية الفنية. وضح أيضا الدراسات بتاعتهم إن أداء الطلاب أفضل على حتى من ثمانية اللي هي الثمان معايير بتوع البصرية بتوع الكفاءة اللي أشارت إليها وحطت البذرة كانت في الثمانينات اللي هي بذرة. على كل الأحوال فيما يتعلق بأنواع التكنولوجيات المساعدة ذوي الإعاقة البصرية بتشير إلى مجموعة واسعة من التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والكلام ده كان يعني تم تمام توصيفه في المعهد الوطني للمكفوفين 2014. تخيل يعني ايه ده ايه دراسه من رويال ناشونال انستيتيوت فور ذا بيلين اللي هي 2014. طيب نبص هنا بقى برضه سكان سريع وعلى اضافه اللي قاله بروف صفحي انا هنا جايب لحضراتكم اهم التقنيات المساعده للايه المعاقين البصريه اهم التقنيات المساعده والميزه ان التقنيات المساعده بكل يوم في جديد كل يوم في جديد فبالتالي تعالوا مع بعض نشوف الموبايلتي اللي هي قابله للتنقل فوق تتحط في الايد يبقى ديبندنت او ديبندنت على الاي ليرنينج على العمل الالكتروني على الكمبيوتر على اللابتوب على الاجهزه المحموله واللي هي قابله للتنقل. يا ترى نقدر نقول الدكتور هنا عامل تقنيات ايه؟ عندك قارئ الشاشه مكبرات الشاشه برامج التعرف على الكلام برامج تحويل النص الى كلام البرمجيات التعرف الضوئي على الحروف شاشات كبيره مكبرات الطرائق المغلقه من مكبرات اجهزه الاملاء للنسخ المساحات الضوئيه اله القراءه المستقله شاشه براين القابله للتحديث وبعض يقول لك للتطوير وبعض يقول لك ان هي تطوع تبقى الروس تبقى ايه الفكر اللي احنا قلناه من شويه مصممي براين كتابات براين برامج ترجمة براين لوحات المفاتيح التجيب اللي انا بروف صفحي برضو عشان اليها الكتب الرقمية اقصد واعي بهذه التقنيات الحقيقة كوكتيل بانوراما عن اهم التقنيات اللي وظفها في التعلم الالكتروني ووظفها داخل انظمه اداره التعلم البلاك بورد او المودل سواء مدرسة المصدر زي البلاك بورد او مدرسة المصدر زي المودل او اي نظام الكتروني تاني او بيئه الكترونيه داعمه اوظف فيها التقنيات المساعده للمعاقين البصريه. لو انتم متابعيني ومركزين اكتبوا 90 لو مش معايا اعيد او قولوا لي اعد
تبقوا تسليم لو انتم مركزين عشان اخد الفيدباك والسنس ان انتم معايا اساتذتي ودكاترتي استاذ الرواد من الحضور للبيوبينار. ممتاز ممتاز. طيب هنا الحقيقه كمان في انواع مختلفه من التقنيات المساعده في مختلف البلدان، وفي عملوا مجموعه في حته اسمها اندريو سيدي روميش من 2014. ركزوا قوي الحته دي، والادبيات البصريه العامه البصريه اللي بتوصل التقنيه المحور والمدراء بتشيل دايما الحته دي في غزه. ازاي؟ بشان ادوات التقنيات المساعده اشاروا ان المعلمين يستخدموا مجموعه واسعه من التقنيات المساعده. زي الواح البيضه الفرعونيه، يعني الواح بيضه زي الواح الفور، زي ايه؟ زي ايه؟ عندك فصل السوابي حضراتكم اللي قدامنا ده، او اللقب البيضاء، وكمان نظام تفصيل الفلوس الفصول. ايه احساسك في الفصول دي؟ يقول لي حضراتكم بنشتغل في فصل الفصل وكانه زي بعض العصر الدين اللي عملت فيها فندم. يعني ايه؟ يحط مكسبات صوتيه ويعين كل في ساوند مكسبات صوتيه تضخيميه ويعيش الطلاب الحدث وكانهم بيشوفوا بأذانهم. يعني كانهم بيشوفوا قدامهم، بيوصفوا لهم بالتفصيل وبتكتيم الصوت وعيشه الحدث في بيئه الكترونيه عن طريق حاسه السمع، لانهم ما يملكوا حاسه البصر، وبتجيب نتائج رائعه على حد سواء مشاركه الطلاب بالصوت واستقبالهم في استكمال الانشطه التفصيليه. المهم بقى معرفه الحس الشامل او الدمج اللي مسكوا كمان سنه 2007 مسكوا الخط ده وقالت ايه؟ قالت ان فيها تناغم متزايد بين الشخص بالاعاقه يستطيع ان يتحسن بنفس القدر في الفصل الدراسي واماكن العمل لو كنت متجهز بالتاليف التكلفيه. مهم قوي يا جماعه. يعني ايه؟ يعني اعتراف صريح من يونسكو بيقول يا جماعه ان خلي بال حضراتكم ان يمكن ان يتعلم الفصل الشخص العادي زي الشخص اللي عنده اعاقه بصريه او ذو اعاقه عموما زي نفس القدر للشخص العادي في المدارس الاستمرار الشامله واماكن العمل، حال لو كنا جهزنا ومدينا الفصول بمساعدات الزاميه وبتكنولوجيا تكيفيه. اكثر من ذلك في دراسه التعليم غير اكاديميين ذو اعاقه بصريه ركزوا على الادوات العمليه والمعلومات، واتهمت الى تدريب اختصاص الموسيقى في تقديم الطلاب اللي هم بيعانوا من اعاقه بصريه. بنشوف دايما فنانين وبيتعلموا موسيقى وما عندهمش حاسه الابصار او التقدمه، فبالتالي في برامج عاملينها دلوقتي سريعه، وبيسهل ايضا تنوع هذا الكلام. مجلس التعليم غير العاديين اللي هو السي اي سي في امريكا ضمن معايير التقنيات المساعده للاعاقه البصريه ضمن معايير التربيه الخاصه. تاني يبقى انا عايز اقول واستشير استشهد هنا بمداخله كمان بمداخله كان ذكرها دايما ومدينا فيها دايما سعاده الدكتور محمد صبحي، ان السي اي سي اي سي او مجلس التعليم غير العاديين في امريكا دايما كان بيضم المعايير التقنيه المساعده للاعاقه البصريه ضمن معايير التربيه الخاصه، وكل برامج التربيه الخاصه كمان كانت بتعتمد او بتعمل على تعبيد اللي هو هذه المعايير. ماشي؟ وصلت يا جماعه؟ يبقى السي اي السي اي سي مهم قوي الكلام ده يا جماعه. طيب اكثر من ذلك اساتذتي الافاضل والرواد الرائعين جزء اخر هنتكلم فيه، بس قبل ما استفسر في ثواني كده هل في اسئله او اي استفسارات حتى اجيب عليها ولا نكمل؟ هل في اي استفسار؟ لو عندك استفسار لو سمحت اكتب لي 19، لو مفيش استفسار ونوصل اكتبه 980، لو مستنسخ اكتبه 980، لو في اي استفسار اكتبه 19 والسؤال 980. اذا على بركه الله اخذت الانديكيتور هنا من مساعده الدكتوره ايمان رفعت، ان شاء الله نوصل على 980 يعني اذا مفيش استفسار والحمد لله. حاضر يا فندم، حاضر، كتر الله خيركم. طيب نكمل هنا بقى الايه؟ التصنيف اللي احنا عاملينه ده اللي هو بتاع اسيستد تكنولوجي فور ليفنج. التقنيات المساعده نقسم لك تقسيمه بسيطه وعامل كلاسيفيكيشن. ازاي؟ اعتبارات البيئه
النص الموسع دوت يعني يبقى 18 على 24 او 18 على 24 النص الموسع للمواقف البشريه او المواقف البشريه او اكثر معلومات النص بشكل موسع بتبقى ابسط استراتيجيات قاعده عامه هي 18 ل 24 بس ما تتبعوش قوي ومتكترش قوي اكتر من كده في الاستراتيجيه دي ودي موجوده في بعض المعطله مع الباقي مع اي حد عشان اللي عندهم برضه ايه مشكله في العقل او مشكله في البصريه المكبرات المحموله اللي هي الهاندل مينيفيلز اللي هي الادوات المخابره التكنولوجيا تسمح للطالب برؤيه في البعض فكرتها زي ايه بالظبط كده وكانه موبايل بالعكس يا جماعه ده انا عايز اقول لحضراتكم ان دي برامج موجوده دلوقتي على الجوال بتكبر الايه الصور دي اقدر اصدقوا الفكره علشان نبقوا حاسين قوي بالمفهوم ده ونشوفه مع بعض دي حقيقه هقولها بمثال اجرى ان هو هيوضح كويس لو اشتريته جهاز ايفون او ايباد او جلاكسي وغيرهم وعلى ظهره كرتونه يبقى في كلام بالانجلش شويه جدا مكبر حتى الاسوياء المصريين لا يستطيعون رؤيه الايه الحروف الدقيقه البرامج اللي هي مكبرات المحموله دي او مكبرات الصور او مكبرات النصوص بتساعد الرؤيه عليها دي وموجوده دلوقتي على الجوالات لدى الكثير من حضراتكم هرجع لها في نهايه السيشن الثالث التدبير المبرمج على الجوال دي بعد دقائق في مكبر الفيديو في فرايم مش هطول اكتر من كده في النقطه دي حتى لا يكون كلامي تكرار ممل وفي نفس الوقت هراعي ان انا ما ابقاش اختصار مخل لان صباحني ايه بروح في صفحي واشار بكل هذه الامور. طيب الكتب الصوتيه نفس الحال فكر اللي احنا قلناها شويه ان الكتب الفرايم بتبقى كبيره الحجم ثقيله الوزن وبتبقى عائق ساعات فبالتالي استحدثه من ضمن التقنيات اللي التعامل الالكتروني ان يحط سي دي او دي في دي على الكتب على الحاجات الصوتيه اللي شغاله ام بي 3 مقارنه او تجويدا عن فكره الفرايم مش كده برضه؟ طيب وفي نفس الوقت عشان يعتمدوش فقط على الكتب السمعيه للوصول للنصر وبيطوروا مهارات القراءه والكتابه والطباعه. الحقيقه في جهد رائع لا ينكره. الحقيقه التعلم الالكتروني والتقنيات والوسائل المساعده التعليميه للفقدان البصر نعمه دلوقتي وما زلنا مقصرين لكن جهود ملموسه ومحسوسه بمقارنه بال 20 سنه وال 10 سنين وال 30 سنه اللي فاتوا كانت الدنيا فين خالص. طيب النص الرقمي نفس الحال بنوفره على اوسع النطاقات والنص الرقمي هنا بقى مهم قوي لانه بيعتمد على فكره قراءه النص على الحروف فكرتها شبه فكره الباركود يعني نقدر نقول ايه الفكره بتاعتها وكاني بالظبط كده بيصور شكل يعني بيصححوا لي لو انا مش واخد بالي فكره النص اللي هو بتاع الاو سي اي ار او اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن اللي هي المساحات الفوقيه اللي بتتعرض بتاع الحروف زي فكره زمان الكيو ار زي فكره الباركود يغير ده فدي تبقى حصريا لاصحاب الايه الاعاقه البصريه وتفقد البصر. النص كمان برنامج التدبير الكمبيوتري بيمكن استخدامه لعرض النص الرقم ويمكن تخصيص المساحه لمستوى التدبير. برنامج تحويل يسمع الى خلال الكمبيوتر قراءه النص يعني يحول القراءه للكتابه. يمكن كمان تخصيص فرايم قبل التحديث اللي هي بقى اللي احنا قلناها التطوير دي من شويه بمصدر النص الرقمي مما يوفر خيارات القراءه النصيه من الناحيه العمليه. انشاء نص رقمي هي دي الفكره اللي احنا قلنا عليها بالظبط كده ويمكن الصوره رب صوره خير من الف كلمه كما تعلمنا من الرائع والرائع مايكل. لكن الحقيقه نلخص الفكره بالرسمه اللي قدامنا دي اكثر من ذلك هنتابع حضرتك وحضرتك نشوف فيها الرابط ده الحقيقه اللي موجود في الشاشه الحقيقه الصفحه دي بتديني مسارات للثقافه والرابط ده يا جماعه رائع ومسجل لكم الصور وسايبه شويه وهيبقى مسجل بعد كده بحيث ان هو هيبعت لكم كمان بحيطه منه وتم التاكد من كل الوقت اللي معروضه لحضراتكم بالشكل ده. هنا حضراتكم نمط اللي بيقولوا فاقدي البصر او الكثيف كل الامور المساعده يعني الرابط ده رائع في ايه؟ لو انا مش عارف
فيفيدني يا استاذ الدكتور صحي او يفيدني يا استاذ الدكتور حتى من حضراتكم الاستاذ حدود لما اضرب هايبر لينك عليه هيديني ثقافه التقنيات المساعده للعقرة الفكريه ريدي ليه جاهزه بكل نوع من الانواع. صدقوني الموقع ده رائع جدا وكمان بغير الفرايض وغير الحاجات دي اللي هي المستحدثات اللي هي كفيه قبل للتعلم. ماشي الحال؟ طيب يبقى ده مهم جدا هذا الايه الجزء. اكثر من ذلك ان في فرايض مساعده للكتابه تصنيف ثاني ساعات حضراتكم غير القراءه الكتابه زي الرايتنج تولز التكيف ورق تكيفي هم ورق زي ورق التكيف بتاعه زي كده ورق الكلب او ورق اللي كان بتاع مثقف زمان اللي شيوخنا حضرتنا ما شفناهوش لان احنا بعدين في امريكا ونشاهد الورق المثقف بتاع التعليم البرمجي على شاكله وكده شكل الاي فور بس هو خاص بالثقافه بتوع ايه البرمجي اسمه الورق التكيفي وكمان في فلات سبايلر وفي التسجيلات بتاعه الهاند ديجيتال وفي الفيديو المكثف وفي الورد بروسيسور بس للمبصرين اللي فاقدين بصر او اللي هم العقل البصريه وفي الورد بروسيسور ويز سبيشال سوفت وير زي بعض البرامج اللي عشان ليها بروس سطحي شويه خاصه اللي هو سكرين ريدر اللي هو القارئ وبعد كده وفي برايم بوسكيتيكر وفي برايم ايه البروسيسور. طيب دي اشكال للفكره دي يبقى اذا دي ملامح الفكره دي وده الروابط اللي هي دي. طب مش واضحه يا مصطفى يا ابراهيم الروابط دي؟ حاضر يا فندم خد الروابط ده كده حضراتكم وبرده الروابط ده يبقى مهم جدا جدا وهيبقى ايه مثال حي وملموس. الروابط ده بيديك اللوجيكال كريتيك او كلامات اللوجيا البسيطه ده خلي بالك مش كده بس ده بيعمل ايه؟ بيوريك الصوره دي بالكتابه وكانه بيكتب ويكتب على ده ماشي وبيديك كمان الفكره الميكروسكوب زي فكره المكافاه الشباب كبار السن اللي رؤيتهم ايضا بسبب الشيبه والشيخوخه بتجيب لهم عاده مكبره نفس الفكره بتبقى هي دي ايجاد التعليم وكمان في ناس بيعملوا تلسكوب طب فكرته ايه؟ ببساطه شديده زي الفن اللي بيصنع ساعات بيلبس نظاره مكبره عشان يشوف الترس والعقرب والميله بتاعت الساعه من جوه والدروس الدقيقه وهكذا. نفس الحال بتبقى عينين الاثنين ويكبر ويشوف القرايه ليه حتى لاقرب من الاطفال. كم انت رائعه تقنيه؟ كم انت رائعه يا وسائل تعليميه او تقنيات مساعده لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه في الاعاقه البصريه. أكثر من ذلك سيدي زريبتي ننتقل إلى هذا الجهاز الذي أشار إليه سعادة الرفق الصحي نفس الكلام مش هطول عليه مع برايم موجود في المعمل ومعمل رائع حقيقة ويعني معمل الإعاقة البصرية في جامعة الملك سالم وبرياسة الأستاذ الدكتور عمر صحي البروفيشنال في الإعاقة البصرية هي معمل في مصر وقامة وعرض وعرض لأصحاب الإعاقة البصرية. ماشي الحال؟ طيب هنا الموقع ده كمان مهم جدا هنا الموقع بتاع ايه؟ هيومن وير احد الشركات خلي بال حضراتكم هنا فضل موقع الرابط دكتوره منى هرد عليكي ثواني دلوقتي لكن اي مؤتمر عايز اقول لسعادتك قبل ما تبقى حاضر بروفيسور منى حلمي طلبه حاضر بس قبل ما ارد على سعادتك خدي بالك من الحته دي انا عندي دعم وعندي مساندة وعندي ثقافة شرع من دروس الصحي بيأكد ان اي مؤتمر في تقنيات مساعدة او العقل البصرية بيبقى في معارض كبيرة جدا شركات بتقدم هذه التقنية. كان انت رائع لدعمك ومساندتك انا فيصل شكرا لك. هنا حضرتك يا دكتورة منى منور لسعادتك ان الشرايح كلها بتاعت محدثك مصطفى بتاعت استاذ الدكتور محمد صبحي هتوصل لحضرتك حالا دلوقتي معايا يا فندم وهيبقى كل الروابط هايبر لينك والماده العلميه للدكتور صبحي والدكتور مصطفى هتبقى في ذمة حضرتك بعد دقائق انتهاء السيمينار انتظرينا. وصلت يا فندم؟ طبعا بس كل اللي بركوه ان تبقي على بي سي او لابتوب لكن لو انت على جوال او على تابلت يصعب تحملها فاديني فيدباك هل معاليكي على قاعد على لابتوب ولا على بي سي ولا على تابلت؟ حتى لان فردي لانها شكل بديل لو انت مش قاعد على اللابتوب اللي قاعد على اي فون او اي باك او جلاكسي هيبقى موبايل. طيب هقول لحضرتك حاجه يعني نبسط الدنيا كده عشان نحسن الحته دي.
اهو هنا ام دي عقد عشان ايه نخلص هنا حضرتك الدكتور صقر بلاد ستيشن بعت ايميل هنغير ايميل كمان حتى هنا انا مصطفى ابراهيم ده الاسم الثاني نيك نيم بتاعي على الفيسبوك هتلاقي صورتي مع يعني بعض الزبره وكده موجوده او على البريد الالكتروني اللي هي عايزه عايزه خلاص حاضر 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 هات جميل هنا دي ار دوت مصطفى اندرسكور وبرضه خليكي معايا ثواني من فضلك دي ار دوت مصطفى اندرسكور دي لازم يبقى فيها دوت كوم وهديكي ثواني الايميل بتاع بروف محمد صح ام محمد صح اوكي وصلت كده يبقى الايميل بتاعه صح والايميل مصطفى والموجود واللي هو قاعد على اللابتوب هتوصل له الحاجه. نرجع لموضوعنا حتى لما شفت اساتذتي واحبائي في ويبينار 6 لان نفس الحال الشركه بتاعت هيومن هيلث احد المنتجات والحقيقه الحته اللي انا استاذنا الدكتور فتحي من شويه والدعم بتاعت الشركات والمعارض وكده ليها رب برأي روح بعد لقيت كلاس ستيشن يا رب يعجبكم يا رب ايه يكون راضي عنه الدكتور صالح في الحته اللي احنا هنقولها دلوقتي على كل الاحوال هنا دي الجزئيه دي زي ما قلت من شويه هنا لما تخش على الباقه والرابط بتاع حضراتكم هيجي لك اللي هم التكاليف التقنيات اللي هي خاصه بالتكاليف وهنا الشركه بتاعت هيومن وير هي عامله مواصفات لكل الاجهزه تعالوا مع بعض نجري ونحمر كده على بعض السكاك شوت او اكشف من مواقع الشركات وديت المنتجات التانيه خاصه بالفيديو الاخير. بصوا شوفوا حضراتكم هنا طبعا عايزين نقول حاجه هنا كل حاجه كل حاجه دكتوره رشا لا اتفضل حضرتك الايميل ابعت لنا الدكتور صالح او مصطفى واحنا هنا حضرتك قول لنا بس ايه دكتوره رشا الويبينار ما قلتش تعمل لي الويبينار رقم 6 لان برضه ايه يعني هيفهمنا الوقت وما عندناش شخصيه برضه ان احنا نكتب ايه نكتب الايميل فاهمني حضرتك واي حد والدكتوره هنا يا جماعه احنا كتبنا الايميل بتاع سعاده الدكتور صالح بتاع مصطفى ابراهيم وكتبت كمان الفيسبوك لو حد من معانا في السوشيال ميديا فبالتالي نبدكم اما اللي عليه معاه لابتوب هتوصل له في الحاله في السوشيال يبقى هنا دي الفكره بتاعه الايه؟ بتاعه الويبينار اللي احنا بنتكلم عنها الجدد دي حاضر وكل المواصفات كل الكونفجريشن او المواصفات وكل الجهاز ده بيعمل ايه؟ بتاع ايه؟ وسعره كام موجود؟ غاليه؟ غاليه بس مع مؤسسات المجتمع المدني مع جمعيه الاهليه مع دعم الجامعات يبقى الخير واجب يا جماعه يبقى ان شاء الله باذن الله لو اخلصت النيه لله ثم مساعده ابنائنا ذو الاعاقه البصريه مش هيبقى فيه مشكله مش هيبقى فيه مشكله مش هيبقى فيه مشكله بقول تاني ومتاكدين ان الخير في امتي كما علمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الخير موجود بس احنا نفهم ونوظف الحاجه دي لان انا ما بقتش طرف خلاص بص حضراتكم كمان هنا بعض الانماط للاجهزه لابتوب متصل بفكره البروجيكتور فكره الاوفر هيد بروجيكتور بتاع زمان اللي استطاع على الفراغ فكره الباركود فكره الكيو ار فكره الاجهزه دي كلها ملمسات المكسبات السنسور اللايت بين زي الاس بين بتاع الاعلان وهكذا البلوطه لو حد اشتغل جرافيك مع 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 مع, مع الباك بتاع الجرافيك نفسها اللي كنا بنرسم عليها خلاصه الكلام يا اساتذتي دي نمط اصلا نمط رابع او خامس او سادس نظاره شبه الفيرتشوال ريالتي او الواقع الافتراضي بس النظاره دي معظمه مكبره اللي عندهم
ضعف بصري. يعني ايه اصحاب الجلوكوما، اصحاب الكاتاراك، اصحاب كذا، مش هل اصحاب الايه، كل دول نتعامل بيهم بالاجهزه اللي احنا بنقول عليها شيء. طيب تعالى نشوف كمان الاجهزه الثانيه اللي هي الميكاسكات او فيكتور فيتر موجود قوي، والبرايت نوت وهكذا، وبعض الذاكره. في كمان الاجهزه السمعيه اللي خاصه بالسماعات الخاصه بالمعاقه البصريه. هنا الجرايد سبيس اللي هي العرض ده، بصوا شوفوا شكل الجهاز عامل ازاي. هنا بقى السيركل جي بي اس اللي كنا بنقول عليها اساتذتنا، اللي هي بتاعت سيركل الجي بي اس اللي احنا بنبقى ماشيين عليها. النظاره بتنطبق في الصوره كمان، بتعطي المكفوف وسط عن المناظر اللي في الصوره، يعني كانها حلوه الصوره وتترجمه وتحكيله وتحكيله. يعني عارفين ازاي؟ يعني تخيلوا لو انا مش مبصر وماشي والدكتور صبحي ماسك ايدي بيعديني الطريق، اقول له احكي لي انت شايف ايه؟ يقول لي الله ده في صوره جميله يا مصطفى بتحكي كذا كذا كذا. بدل ما كان بيجرني من ايده ويساعدني الدكتور صبحي عشان يمسك الصوره ويحكيها لي وانا مش مبصر، بقت النظاره دي تنقل الفكره وتترجم الصوره لصوت وتحكي لي عليها. فكره برضه الجي بي اس هي موجود وشايفين الجهاز اهو، وانا بعمل ايه بس برضه على الكلام اللي قاله لي الاستاذ الدكتور صبحي وحضراتكم. حاجه ثانيه فكره العداد الماس، هنا العداد اللي جبناه من شويه اللي كان على الشمال، فاكرين الصوره هنا اللي على الشمال العداد دي؟ هنا البرايل هنا اللي هو ايه فكره ابوكس وفكره العداد، فكره البرايل واللمس. خلي بالك ده كاتوجري او تصنيف خاص بيعتمد عن الوسائط المساعده او تصنيف المساعده خاصه بالناس بالرياضيات. ماشي الحال؟ ببساطه شديده هي، والجبر والمكتسه والقدرات الذكريه والعلاقات والزوايا والمفاهيم الموضحه والاشكال والبرايل نمبر لاين برضه تكتيكال والبازل، كل دي انماط نقدر نستخدمها، والمكانات البصرية والتصور المكاني، وكل ده مهم قوي قوي. ونريكي ستريكس تي ام وهكذا. مهم قوي الكلام ده اللي بيتعلمه حته تعلم الكتروني وتقنيه المساعده لاصحاب الرياضيات. مكعبات برايل قبل التجديد تقنيه منخفضه بقى، لو ما عادش فلوس ولو حاجات كده، هل دي يعني ما عادش فلوس؟ يعني غاليه مش غاليه، يعني وحشه قرب بالله، بتجيب بدائل مجرد. بس الشطاره هنا بقى كمتخصصين وكرواد زي اصحاب المعاقه البصريه وهامات تصفي وحضراتكم والمستفيدين من هذه المنظمه المتخصصين للمعاقه البصريه، ان انا اوظف من احسن معاها. اوظف مش يبقاش لي بحث وافراط في التقنيات، هو يا اما مفيش خالص يا اما يبقى فيه افراط، لا ده بالعكس ده في تصنيف. انت بتدرس انهي نوع من العقل البصريه؟ انت عايز تدرس رياضيات ولا كتابه ولا قرايه ولا موسيقى ولا فن؟ شوف بقى التصنيف بل اكثر من ذلك، هو عقل بصريه معتمد خالص كتير ولا عنده صفات العقل البصريه وعنده جلوكوما وعنده اضطرابات وعنده هي دي الفكره بتاعتهم في الحته دي. مهم قوي اللي احنا بنقوله ده تقنيات الحاجات دي. هنا ايوه بعد انماط الاجهزه المخاطر والفيكتور والحاسب والستاند بتاعه والسنس بتاع برايل الخاصه في الرياضيات. ماشي الحال؟ هنا تكنولوجيات مساعده للدراسات الاجتماعيه ولا غيره. مخصصينها يا جماعه تكبير تعديل بصري للمستويات الارسالي، المناهج والكارثه 3D، الطباعه، ادراك متخصصه، الحوسبه. هنا هذكر حاجه بقى موجوده وتجربه رائعه في التقنيه بتاعت الواقع الالكتروني للابعاد. توظف من دي هم وظفوها للطلاب العاديين في جدال واخدين خط رائع في تقنيه التعليم مع وزاره التعليم ومدير التعليم في جنبنا يا جماعه في التوقعات بتاعت الابعاد. وفي خط واخده مجتهد ابن النادي الكامل للجدال دكتور محمد مطهر مع التقنيه وزاره التعليم والتقنيات المعلومات هناك شغالين على الحته دي. لكن يا ترى لو احنا استقطبنا فكره ان طوعناها في البصريه ويحسسوا ويتلمسوا السي جي هتبقى نتائج عظيمه. يعني قصدي اقول ان ايه نطوع بقى الطبيعات السي جي البارده في ايه؟ في البصريه. يبقى اذا هنا برامج متخصصه والجوائز والحاسبات المحموله. هنا المساعده للكمبيوتر اكتف والتكنولوجي. يبقى انت اتكلمت على الرياضه
قراءة على كتابة على علوم على سجل الفضل على الناس على التكنولوجيا بتاعت الكمبيوتر اكسس والحاجات دي وزي ما احنا شايفين القراءه والكتابه والحاجات البرامج والشكل الواضح ده التكنولوجيا مساعده في الاعصاب اللي هي السيلفون دي بيقول لك في العصا الالكترونيه العصا الالكترونيه فيها اللي هي الريلتي والانتشر سبورت والانتشر اللي هي دلوقتي بتتعب المكان والحركه والتوكل وانت ماشي فيها اسمها الكترونيه جميله جدا جدا وكمان في جي بي اس ديفايس وهكذا المكبرات هنا بقى في الميوزك الميوزك والفيزيكال اديوكيشن التربيه الكلاميه وفي الايه الموسيقى الفكره هي اللي هم بيدربوا بيها بشكل ماتيريال الشرق او النصوص والماتيريال والتكنولوجيات الخاصه بالموسيقى والاجهزه التطوعيه التكيفيه للتربيه البدنيه الرياضيه زي الموجوده في الصوره تحت دي هنا البلاك بورد بقى البلاك بورد ضعيف البصر بيزيد النصر طبعا الخط الرايد بيزيد النصر طبعا 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 هنا بقى الفكره اللي انا عايز اقولها اخيرا متابعين لي كتاب 13 او 88 بسرعه على الانسان ما يعرف صدق الله العظيم طبعا طبعا رياض الصوت والسلام طبعا حاضر احنا نيجي الايميل تاني تلاقي سبيشال ثواني حاضر يا فندم حاضر حاضر لا هنكتب احنا الايميل وبتصدوها لان ما عندناش رفرنس دلوقتي ان انا اسجل كل الايميلات في السنه الحدود يا فندم فمن فضلكم اديني فرصه ثواني ايوه 88 هنكمل حاضر شكرا للدكتوره رشا والدكتوره ايمان وشكرا للدكتوره هنا والدكتور شاكر كل الساده الحضور بس ثواني بس هنكتب الايميل دي واحده ما هو امامكم محدش يكتب بقى ولا يعلق علشان ما يروحش الكلام ما هو امامكم ايميل مصطفى وجاي لكم خلال ثواني ايميل الدكتور محمد صقر عندك الياس بتاع مصطفى اهو وعندك الدكتور محمد صقر على الجيميل خلاص يا فندم ارجوكم اكتبوها بقى ومحدش يكتب في الشات بتاع الفصل الافتراضي والويبينار عشان ما يرحلش الكلام ويطلع فوق بالتالي كده فاحنا هنستنى شويه حاضر دكتور شاكر والدكتوره منى والدكتور كل الدكاتره الموجودين والدكتوره ايمان كلهم باسمهم من القامات البروفيشنال الاحترافيين المتخصصين اللي معايا الايميلات وضحت كده واتحلت المشكله نتكلم بقى على البلاك بورد المخفي برنامج كراش الشاشه هنا بقى الحقيقه انا عايز اتكلم سريعا على البلاك بورد هنا الشرط اللي لسه عارف الدكتور صبحي على نقطة مهمة جدا ان البلاك بورد ممكن او اطلق فيه كل المشاركة والوردة فيه ادفع العقل البصرية دي المرحلة نمرة اثنين لان ممكن اصمم بيها احتراضية حقيقة لسه في اقل من اسبوع او 10 ايام في بنتنا رانيا شريف عاملة الدكتوراه مكشفة للدكتور مرة اسكندرية اشهر استاذ الدكتور صبحي تصميم بتعلم الاحتراضي قائم على البيئة الاحترافية يعني من هم تحقيق الفقر لتنمي التاريخ وتنمي تفكير الموضوع وهكذا يعني دي الفكرة اللي تم حتى الموضوع بشرط الاستاذة الدكتورة حكاية قاسم برضه فكرتها ايه؟ عمل الفويس ريبورت ومع الفصل الافتراضي بلاك بورد كونفرنس اللي احنا شغالين فيه مع طلبة العاملين واحدة واحدة اسميات البلاك بورد والسياسه ازاي تخش ازاي تقدر تعمل كده 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 على اليوتيوب وجابت نتائج مبهره حاجه ثانيه تعال بص حضراتكم برضو ايه الايه البرامج والخدمات المفيده على اندرويد لضعاف البصر كده اهو الفكره ثاني فكره البرنامج التكبير في برنامج ثاني اسمه كيو ار في برنامج ثاني اسمه الملاحه يعني الملاحه بتاع جوجل يا جماعه للبصر في برنامج مهم جدا للجهات رائعه لضعف البصر او تحليل الصوت ده هتخش ازاي عليه؟ موجود والله وبرمجنا الحمد لله الفيجن الجديد هنخش من اعدادات وبعدين من اعدادات هنخش على حاجه اسمها الاكسسبيلتي او كريت الوصول ومن كريت الوصول
هيدي لك قائمه من امكانيه تحويل النص للصوت واظهار الشاشه وتجديد نمط الخط والتباين والالوان و و و وصلت يا جماعه؟ وصلت الفكره؟ لو انتوا مركزين في الفكره دي هتكسب 970. مهم قوي لو سمحتم بعد الايميل بتاع بروكس شخصي وبتاع مصطفى. شكرا لك دكتوره ايمان. يبقى بيقول 970 ايه؟ يا جماعه يبقى اذا من اعدادات من الجهاز اعدادات اخش على حاجه مركز في سبيلتي او الجميل اللي يسوق حتى بالجيش العربي الانجليزي في الويب بتاعك الموبايل بتاعكم والجميل اللي يسوق العربي اللي يستفادش اللي بالانجلش وهتخش بقى تحويل نفس الصوت موجود ترتيب الخط موجود الكلام بتاع التباين موجود نبض الخط موجود برامج ثانيه خاصه بالالوان موجوده وكانك بتشخص كده نقاط حمراء او موك او كده اللي عندهم عمى علاج او بصر اداء حضرتك بالمراجعين وكده وتقطعوا يجيب ملاحه برامج الملاحه موجوده وهكذا عن جوجل. اذا هي دي الفكره بتاعه بتاعه الكلام ده. طيب الوكالات بقى هنا بس الختام والحقيقه انا بشكر الله ان عملت هذا الكلام كمل الفكره اللي كان بيدعمها الصندوق الصحي الشريحه دي والثانيه دي زبده القول والفايبر سورس في هذا الكلام. يعني لو انتم مش واضحه الصوره طب واضحه، طب لو مش مكتبه طب اكتبه، طب عايزين لو مجيء مجيء بطلبه تكمل الصوره بالشرائح التانيه عن الفندق او منتجات الشركات والوكالات دي. هنا دي الوكالات بتاعه المنظمات حيث الفرق عرفت المزيد. الحقيقه كل رابط من ده تم تفعيله لان احنا جمعنا حاجات كتير بس في رابط كان بيقول لك ايرور او تم تحريفها او تم كذا، لكن كل الروابط دي تم تشكيلها في تاريخ اليوم اللي هو 5/8/38/1/5/2017 او الاثنين وفي جامعه الزمن الثالث تم تفعيل هذه الروابط والتاكد منها اللي هي مصطلح حضراتكم ديت كده الامريكان اسوسيشن بلينج تيشر والامريكان فاونديشن فور ذا بلينج اللي هو الجمعيات والابل. بالمناسبه قبل ما انسى سريعا لو تسمحوا لي الابل جميله بتدعمها العربي برامج المحطوطين انما في تحايل بيعملوا زي شهرين شويه في الايه؟ الاندرويد الاندرويد ماشي الحال؟ طيب هنا كمان ده اهم ايه؟ الوكالات والمنظمات يعني 1 2 3 4 5 الخمس منظمات ووكالات وهيئات دوليه دول رائعين 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 صدقوني هتغير النظره تماما وهتبقى فيه يعني تواصل في الخير والمعلومات من خلال الاطلاع على خمس مواقع من فضلكم. الحاجه الثانيه تعالوا نشوف بقى كمان بائع المنتجات اللي هو الهاردر او المنظمة بتوع الشركات. هنا برضو جبنا اهم الشركات يا فندم اللي بتتسوق او بتنتج مش مجرد اكسسوري مش مجرد برودكت لا دي سبيشالي او فوكس على اصحاب الاعاقه البصريه وضعاف البصر. ادي 2 عند حضراتكم وادي 2 كمان ادي 4 6 8. انا بس عايز اقول حاجه هنا بس كده يبقى دي كل شاشه ادي 2 وادي دولت في اليوم الويب اللي جبناها لك والسي سي تي في التلفزيونات والحاجات دي وكده خاصه بيهم والديبندنت ليفنج ايز او المعتمده المساعده التقنيات المساعده للحياه الديبندنت والديبندنت فايلز العلوم المساعده او المستقبل وهكذا والميكس ايدز والنايش والناشونال فاونديشن فور ذا ايه بلاي. هل في اي اسئله او اجوبه؟ انا انتهيت كده من الحاجات دي. هل في اي اسئله او في اي اجوبه؟ في اي سؤال؟ طيب ما فيش الحمد لله انا اللي بشكركم بالعافيه فعلا بالعافيه فعلا. طيب اذا لا يتبقى اشكرك يا فندم اشكرك شكرا يا فندم شكرا لا يتوقع الا الشكر لله ثم سعاده الدكتور محمد بن يحيى صبحي استاذ الاعاقه البصريه ولم يتوقع الا الشكر لله ثم لحضراتكم اعزائي الاساتذه الحضور في الويبينار الثالث نحدثكم ونختم لقاءنا من امانه
التعامل الالكتروني وتحديدا وتحصيلا في قاعه العصر الذهني وصداقه التركيز، ثم بعد ثواني سيتم بث المواطن لحضراتكم التعليميه، فابقوا معنا الى ذلك الحين. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته، لكم منا اجمل امنياتنا وارق تحياتنا، وكان محدثكم سعاده الاستاذ الدكتور محمد صقري ومصطفى ابراهيم. شكرا لكم. شكرا لكم.